فاكر يا حميد لما قلت لك تبعد عن علا دي وتنساها خالص؟ بطرس انا مش جاي احكي لك عشان تلومني وتتنفذ عليا، انا عارف من الاول كويس او ان سيد الحلواني مش هيسلم بسهوله. الازمه مش ان انت اتجوزت بنت اخته، اصل انت عارف كويس قوي من سيد الحلواني. انا مش خايف منه لاني ببساطه ما عملتش حاجه لا غلط ولا حرام ولا هي. بس هو مش شايف كده، هو شايف ان علا غلطت انها هربت من بيته واتجوزتك. وده على اساس ايه بقى؟ علا دي طفله صغيره وانا ضحكت عليها؟ دي بني ادمه ناضجه وفاهمه كويس قوي هي بتعمل ايه، وهي اختارت يا اخي، حقها ولا لا؟ هتفضل لغايه امتى تختار الصعب يا حميد؟ انا بعمل المقتنع بيها ومستعد ادفع ثمنه. في الصيف كنت انا واصحابي في الساحل وقابلني هناك، بعدين قال لي ان هو بيحبني وتصاحبنا، وبعدها روحت مع البيت وصور لي فيديو، وهو دلوقتي بيهددني يروح له البيت يفضحني. انا مش عارفه انا عملت كده ازاي من الاول، انا مش عارفه ازاي وافقته. مرام مرام انا حكيت لك عشان انا بثق فيكي، قولي لي اعمل ايه والنبي، انا مش عارفه اخلص منه، ممكن تساعديني؟ ايه هتقولي لي عليه هعمله؟ بلغي البوليس طبعا. بقول لك يا زيزو، انت خلاص كبرت بقى، ما حدش هياكلك، هتاكل لوحدك. ايوه انا كبرت ويعتمد عليا. اتفضلوا. الله الله، كتر خيرك يا ماما علا، انت وكريمه شكل الاكل حلو النهارده. انا عملت الاكل كله بايدي. اه والله يا دكتور انا ما حطيتش ايدي في حاجه خالص، يا دوب وضبت السفره. شكلك شاطره قوي في الطبخ يا مدام. الله يكبر بخاطرك يا كريم. يلا بسم الله. بابا حرقها. بابا ده حرق قوي. امسك يا زياد. معقوله؟ ايه هقول الاكل كله شطه؟ انا مش فاكره ان انا حطيت شطه كتير والله، يعني يمكن حطيت شويه صغيرين بس ما حطيتش كتير. في ايه يا كريمه؟ ما قلتلهاش ليه احنا ما بناكلش بشطه؟ ايوه احنا ما بنحبش الشطه خالص. معلش معلش، ما انا ما كنتش عارفه يا دكتور انها هتعمل كده، يا مدام برضو كان لازم تساليني. معلش بعد كده هبقى انا اللي اطبخ، انا عارفه انت بتحب ايه وما بتحبش ايه. المدام لسه ما تعودتش يعني، لسه جديدة. حصل خير. بتعمل ايه؟ ما بتتفرجش على الكرتون ليه يا زيزو؟ مش عايزة اتفرج على حاجة. انت عارفة ماما علا قالت لي انك احنا من امتى بنقول لحد غريب يا ماما غيري غير ماما الله يرحمها؟ ها؟ ماما علا هي اللي قالت لي اقولها كده. تبطل الكلمة دي خالص يعني. انت فاهم؟ ما اسمعهاش تاني. انت عارف ماما عند ربنا، بس هي دلوقتي سامعاك وزمانها زعلانه منك وانا كمان زعلانه منك، ومش هقول لك يا زيزو تاني، هقول لك يا زياد، انا مخصمك يا زياد. لا لا انا مش عايز ماما تزعل ولا انت كمان تزعلي. طب اعمل ايه يعني؟ خلاص ما تقولهاش كده تاني، قول لها يا طنط. ماشي اتفقنا. اتفقنا 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 يا ماما. طب بوز ونبدا. انت امر ما حدش يقدر يزعل مني. انا اسمي ايه؟ ماما كريم. وهي اسمها ايه؟ تالتة علا. شاطر يا حبيبي شاطر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.